لتحليل ونقاش هذه التظاهرات يحضر معنا في استوديو العراق اليوم الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم. دكتور، انطلاقا من تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدثت فيه عن تقييم لتعامل الحكومة مع التظاهرات وصفتها بأنها منقوصة الشرعية، إلى أي مدى بإمكاننا القول أن الحكومة في بغداد اليوم لا زالت لديها الشرعية أمام الرأي العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التظاهرات أو الانتفاضة هي خرجت أصلا لكي تؤكد أن هذا النظام ليس له شرعية. لو كانت له شرعية لانتفت الحاجة إلى مثل هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة بهذا الشمول، بهذا الزخم، بهذه القوة وبالرد المقابل يثبت أنه هذا النظام ليس له شرعية، والشرعية قد انتفت عنه منذ فترة طويلة. حقيقة كان هناك هذا النظام منذ البداية ارتضى لنفسه أن يكون وكيلا للاحتلال الأمريكي. عندما واجه جزء من شعبه قاوم الاحتلال ووقف ضده بقوة، ثم ارتضى لنفسه بعد ذلك أن يكون وكيلا للاحتلال الآخر والاحتلال الإيراني. والناس الآن، الشعب كله، إذا كان هناك جزء من الشعب قاوم وكذا، اليوم الشعب كله ينتفض، وبالتالي كل الشعب العراقي الآن يرى أن لا شرعية لهذا النظام. هذا النظام فقد شرعيته لأنه ليس فقط لأنه رهن نفسه كوكيل لاحتلالين قميئين وحشيين، ولكن لأنه أيضا باع مقدرات العراق، أنهك العراقيين، أفسد، أجرم، وآخر شيء الآن الدماء التي نراها. كان هنالك حديث يتداوله بعض المتظاهرين والناشطين كذلك عن غرفة عمليات إيرانية في منطقة الكرادة. ما هو الدور الإيراني الحقيقي لقمع هذه التظاهرات؟ طبعا هذه الغرفة لقمع التظاهرات. نعم، إيران يعني هذه الغرفة هي غرفة لقمع، كما تفضلتي، لقمع الانتفاضة. لكن إيران موجودة قبل هذه الانتفاضة وموجودة بعد هذه الانتفاضة، وفقط إرادة العراقيين وكفاح العراقيين سينهي هذا الوجود الإيراني. إيران موجودة نعم، ومعظم هذه الميليشيات التي نراها اليوم تحت أسماء كثيرة، الحشد أو الآن مثلا الخراساني، حزب الله، كتائب، يعني أسماء كثيرة، ها، كل هذه عبارة عن ميليشيات إيرانية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني. ناهيك عن أنه أعداد بالألوف من القوات الحرس الثوري دخلت بحجة تأمين الأربعينية ومشاكل، لكن نحن نعلم أن العراق للأسف الآن هكذا لديه حدود 1500 كيلومتر أو أكثر مع إيران، وإيران تستطيع أن تدخل نقاط الحدودية كلها طبعا بيد الميليشيات، فبالتالي هي تدخل ما تشاء من القوات. فقضية الحديث عن غرفة نعم هذا صحيح، وإلا ماذا يفسر هذا القتل الذي كثير من المنتفضين يؤكدون في شهاداتهم أنه من قتلهم، وقتل بعض قوات الشرطة أو هي قوات أخرى، وبالتالي هذه القوات هي قوات إيرانية، وقالوا بعضهم أنه مسكوا بعضهم لا يتكلم العربية، حتى أن بعض المتظاهرين كان يعني يخاطب بعض المدججين بالسلاح يقول له أنت لست عراقيا، أنت نعم. أنت يعني كلها رأيناها نعم. المشاهد، وكانت يعني مظاهر سلمية مقابل هذا السلاح، يعني لم يتم رفع السلاح ضد المسلحين. مظاهر سلمية بل هي حضارية حقيقة، لأنها كانت عبارة عن رفع أعلام عراقية، وكان هذا الهتاف الخالد الجميل بالروح بالدم، نفديك يا عراق، يعني لم يكن هناك شيء آخر يقال. ووجهت هكذا، لا يواجه هذه التظاهرات بالأعلام العراقية، بهؤلاء الشباب، بهذه السلمية، إلا من هو كاره للعراق ويريد أن يؤذي العراق عن طريق قتل العراقيين. كيف ستتعامل إيران مع هذه التظاهرات أو هذه الانتفاضة؟ هل ستتدخل مرة أخرى لإنقاذ ما تبقى من حكومة عبد المهدي أو إطالة أمدها؟ هذا سؤال مهم جدا. إيران تورطت في العراق، إيران الآن موجودة، إيران تعتقد أو تعتبر أن العراق ملكية خاصة لها. ويجب أن نعلم حقيقة مهمة، حقيقة في الجيوستراتيجي، في الجيوبوليتكس، العراق من يسيطر على العراق يسيطر على المنطقة،
من يؤمن العراق يؤمن المنطقة. لا سوف لن يكون هناك وجود لإيران لا في لبنان ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في أي مكان إذا طردت من العراق. هي ستطرد لكن متى؟ هذا هو السؤال. الآن هي إيران متورطة، قوات كثيرة عندها داخل العراق، لكن الأحداث الحالية ستدفع بإيران، يعني تجعل إيران تدفع بقوات أكبر وأكبر وتتورط أكبر. ولكن نقول شيء واحد لإيران، العراق ليس لقمة سائغة، وإذا كان جزء كبير من العراقيين قاوموا الاحتلال الأمريكي لوحدهم، هذه المرة الشعب العراقي كله سيقاوم إيران. غدا يستعد المتظاهرون مجددا للخروج في جمعة سموها جمعة الوفاء للشهداء. ما مدى أهمية هذه الجمعة كانطلاقة جديدة بعد إجبارهم على التوقف في بعض المناطق؟ مهم جدا. الرمزية هنا مهمة لأنه القضية قضية الاستمرار، قضية مواصلة الكفاح، مواصلة هذا الجهاد الذي بدأ. وكل من يرى الانتفاضة ويرى كيف أنها توغلت حتى في الشوارع الفرعية وفي الحارات يدرك جيدا أنه العزيمة موجودة على إدامة زخم هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة سوف لن تموت، وحتى لو قمعت بهذه القوة التي نعلم عنها الآن من خلال السجون والاعتقالات، وطبعا عشرات الألوف سيعتقلون، سيتم اغتيال عدد كبير جدا، لكن هذا كله سيحول الانتفاضة إلى مد ثوري لا يمكن القضاء عليه، خصوصا إذا علمنا أن الشباب الذي فقد كل شيء ها سوف لن يخسر شيء أبدا. لنعلم جيدا أن هؤلاء الشباب، كثير من هؤلاء الشباب الذين خرجوا فقدوا أبنائهم إخوانهم آبائهم في معارك الموصل. هذا النظام ساق هؤلاء لكي يقاتلوا أبناء وطنهم، أبناء جلدتهم، لكي يفرق، يعني يعمل شرخ اجتماعي بحجة الإرهاب. هم يريدون تدمير المدن العراقية بيد شباب عراقيين. ذهب هؤلاء العراقيون لأنه اعتقدوا أن هناك إرهاب وأن هناك شيء فذهبوا. الآن يكافئون بهذه الطريقة، يكافئون هؤلاء أبنائهم إخوانهم أبناء عمومتهم أبناء أخوالهم، هؤلاء كلهم الآن أي واحد يعني تمسكين يقول أنا عندي فلان أخي ابن عمي كذا قتل في الموصل. الآن النظام هذا يكافئهم بهذه الطريقة. لذلك النقمة كبيرة جدا على هذا النظام الذي لا يمتلك شرعية. ويمكن أن نقول الآن بملء الفم أن ولاية عبد المهدي واللي سبقته واللي ستأتي بعده، عبد المهدي قد يذهب، ولكن هذه ولاية دم قامت بالدم وتبقى بالدم. وإيران تورطت في العراق ولا يمكن لها بعد الآن إلا مواجهة كل العراقيين، وهذا خيار طبعا سيكون مكلف جدا. نعم، كان هنالك تحذير من قبل اللجنة المنظمة للتظاهرات عن لجان تنسيقية مندسة في وسط المتظاهرين قد تحاول التأثير على المتظاهرين الذين سيخرجون يوم غد. كيف يمكن التعامل مع هذه اللجان المشبوهة كما وصفها؟ طبعا البيان. حديث الاندساس والمندسين هذا برعت فيه الأبواق النظام. نعم. برعبي وتكلم كثير عن المندسين، حتى أنه أي انتفاضة تحدث يقول هناك مندس، لكن ما يأتي من تنسيقيات الانتفاضة هو كلام حق، لكنهم أعتقد هم عندهم مبلغ من الوعي كبير جدا. هم يدركون، أعتقد أنهم نسقوا أمورهم بشكل طيب. في كل منطقة ربما جهزت نفسها، تعرف رجالاتها وتعرف كيفيات الإصدار الأوامر والتبليغات وحتى الشعارات. نرى هذا الانضباط موجود، لولا هذا الانضباط لكان للقمع أن يفعل مفعوله وأن ينهي الانتفاضة منذ يومها الأول أو الثاني. لكن هذه الانتفاضة بعد القمع اللي تعرضت له وبعد إصرارهم على البقاء وتحولهم إلى مد ثوري وإلى تنظيم ثوري، نحن في غاية الاطمئنان إلى أنهم مدركين إلى أنه أي شعار أو أي اندساس حقيقي هذه المرة سوف يكون مكشوف. كيف ستؤثر عليهم على ربما عزيمة المتظاهرين يوم غد في جمعة الوفاء للشهداء الخطابات المتكررة أو حفاظه على نفس نمط التعاطف مع المتظاهرين أو محاولة إغرائهم بالمساعدات، محاولة تقديم تعويضات لأهالي الضحايا
هذا أيضا سؤال جيد، لأنه هذه الأعطيات بين قوسين التي يحاول رئيس وزراء النظام المحاصصة أن يقدم، هذا سيزيد من غضب المتظاهرين. لماذا؟ لأنه هذه تثبت لهم من جديد أن الحاكمين في العراق اليوم ليسوا برجال دولة، ليسوا برجال حكم. هذه ليست عقلية رجل دولة. يعني أنا الآن أقول شيء، أنا الآن أريد أرضي الناس، أرضيهم بهذه الأعطيات، قطعة أرض هنا وكم دينار هنا على مدى أشهر معينة مثلا، وهي قد تأخذ وقت وقد تأخذ بعض الناس. أنا أذكر بشيء واحد، من أحرق المزارع الحكومية قبل أشهر؟ نعم، كثير من الذين خرجوا في التظاهرات هم الذين أحرقت محاصيلهم الزراعية، تدمرت آمالهم، قوت يومهم الذي سعوا إليه. من الذي أحرق؟ إذا كان هذا رجل دولة فليأتي بمذنب واحد، يأتي بمجرم واحد ويقول أنا كذا. هو الذي يريد أن ينفع الناس ينفعهم بهذه الطريقة؟ هذا يدل على أنه ليس رجل دولة، وأن ما يفكرون به هؤلاء ليسوا رجال دولة ولا منطق دولة. لذلك هذه الأفعال ستقود إلى المزيد من التظاهرات، ستكون إثبات آخر على أنهم لا يواجهون دولة، وليس نظام إلا نظام طائفي ونظام عميل أتى به الاحتلال الأمريكي لكي يدمر العراق، ووكل به إيران لكي تمعن في تدمير العراق. هذا ليس حقيقة، ليس منطق الدولة. منطق الدولة يقوم على بناء المصانع، المزارع، إيجاد. كم من الذين خرجوا في الانتفاضة من الخريجين العاطلين؟ كم من الذين بلا عمل؟ وكثير منهم أيضا خرجوا لأنهم يريدون الانتماء، يريدون وطن، افتقدوا الوطن، افتقدوا العراق الذي كان كل الناس عندهم وطن إلا هم. فبالتالي هذه الأشياء التي يعني يحاول برشوة، هذه الرشوة ستزيد من إصرارهم وإقناعهم على أنه هذا ليس منطق دولة. وإلا من أحرق المزارع؟ من هدم المصانع؟ من الذي قام بكذا وكذا وكذا؟ فليفعلوا ذلك إذا كان هم عندهم منطق دولة، فليقوموا. مزارع بأكملها أحرقت، محاصيل زراعية لمدة عام. نعم. من فعلها؟ نفوق الأسماك قبلها، نفوق الأسماك. يعني لو نعدد هذا كله طبعا ليس غائب عن الوعي. الوعي الجمعي العراقي الآن يختزن كل هذه الأشياء، وبالتالي عندما ينظر بشك، ينظر بريبة، وعنده الشك مقدم على التبرئة. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، كان حاضرا معنا في استوديو العراق اليوم.